الملعب اللي شاهد جولات وصولات كابتن ابراهيم عبد الصمد. جينا هنا عشان نكرمه ونقول له شكرا ونرد له جزء من الجميل. كابتن ابراهيم بيسعدنا دلوقتي ان نقدم لحضرتك يعني درع قناه الاهلي على مسيرتك الطويله ومسيرتك الرائعه. ربنا يخليك كابتن اسامه، انا متشكر جدا ليك ولقناه الاهلي وكل الناس اللي مشرفين عليها، المخرجين والمعدين وكل الناس اللي موجودين معانا هنا، شكرا جزيلا ليكم وشكرا للنادي الاهلي. هو اللي انا ارد له الجميل، جميله فوق دماغي، احنا مهما عملت مش هرد جميل للنادي الاهلي. احنا اللي بنشكرك جدا كابتن وبنقول لك الف شكر النهارده. شكرا يا كابتن اسامه، متشكر جدا جدا جدا، متشكر جدا. كتير مهما عملنا قليل، وهو جي اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. فرحتنا كتير مهما عملنا قليل، وهو جلي